طب احنا معانا تقرير من الاستاذ سامي عبد الفتاح ناقد رياضي، شوف هيقول عليك ايه ونرجع تاني نكمل. طبعا كابتن خالد جدالله ده يعني انا يعني مراقبه من كان ناشئ 75 في ناشئ النادي الاهلي، وشفت فيه يعني مع خطواته الاولى والثانيه والثالثه ان هو صنايعي كره قدم. بمعنى ايه؟ ان بشوفيه في تشكيله الاهلي تطمئني تماما ان هذا اللاعب هيفيد الفرقه الى حد كبير، صنايعي مهاري جدا، بتميز بتسديداته المحكمه اللي بتجيب بتخلص. الاهلي دايما بيعاني من ان كل الفرقه قدامه بتلعب بدفاعات قويه، فخالد جدالله دايما كان من الحلول الايجابيه جدا لكل مدربي الاهلي اللي تولوا تدريبه، ان هو يعني خارج الصندوق خطر جدا لجانب تمريراته المتقنه كصانع لعب مميز. فطبعا انا بشوف ان خالد جدالله ده يعني قيمه في تاريخ النادي الاهلي لا تقل عن اي من نجومه الكبار. ثم يعني انتقاله الى سلك التدريب، فكانت دي خطوه ايجابيه جدا، وانا شايف ان اداره النادي الاهلي نجحت لحد كبير في يعني اكتساب خالد جدالله مره اخرى بوجوده في اكاديميات كره القدم، لانه قادر على انه يفيد النشئ ومحب النادي الاهلي من اللاعبين الناشئين في كره القدم على مدار تاريخه ان شاء الله. واقول له يا كابتن خالد انت من الناس اللي الناس حبتك في الملعب وخارج الملعب، اخلاقك عاليه جدا وقيمه كرويه كبيره، وكنت ممتع بحق يعني في ادائك وعطائك. التقينا مرات يعني شفت فيه محبه خاصه، وكل ما يعني الظروف يعني بعدتنا شويه عن بعض، بس كل ما بنلتقي يعني بنسترجع هذه الذكريات الطيبه، لان انا كنت من اشد المعجبين به. انا مش كنت بس صحفي وناقد رياضي في الوقت اللي هو كان موجود فيه في الملعب، لا انا كنت كمان محب ليه الى حد كبير. واقول له يا كابتن خالد انت عندك امانه كبيره دلوقتي مع الاكاديميه، وعندنا ثقه ان انت هتكون اداء ودود يعني في رعايه هذا النشء، واكسبهم يعني المهارات والثقه وكيفيه حب النادي الاهلي، لان دي كلها متوفره عندك بسخاء. فبالتالي يا كابتن خالد انت عندك هذه الامانه، وان شاء الله تخرج لنا اجيال واجيال من نجوم النادي الاهلي القادمين ان شاء الله. هتقول ايه الاستاذ سامي؟ لا اشكر استاذ سامي طبعا من الناس المحترمه. عمال تشكر بس اشكر استاذ سامي. ما انا لا اصل هو حبيبي من زمان، من ايامنا. حبيبي جدا، وفعلا هو محب للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، ومحب لينا بشكل كبير جدا. اشكره على كلامه الجميل، واتمنى له الصحه والتوفيق.